مرحبا بكم. النجم العالمي المسلم المصري الجنسية محمد صلاح، والذي حقق نجاحات متتالية مع فريقه ليفربول، والذي تتصدر أخباره الصحف والمجلات العالمية، والذي كان سببا في فوز فريقه بالبطولة، ظهر خبر آخر جديد عنه، فتابعوا معنا فيديو اليوم لتتعرفوا على تفاصيل هذا الحادث. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا أعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. كان هذا الطفل في الشارع بينما لاحظ سيارة محمد صلاح تسير أمامه، فأسرع ليلاحقها، ومن شدة حماسه لم ينتبه لأي شيء غير أن يلحق به. وبينما كان يركض خلف السيارة اصطدم بعمود الكهرباء الذي لم ينتبه له، وبمجرد أن رأى محمد صلاح هذا على الفور عاد بسيارة للطفل الجريح ليرى ما إذا كان الطفل بخير أم تأذى. لكن الطفل عندما رأى محمد صلاح نسي ألمه وطلب منه أن يلتقط صورة معه. بعد هذا أوصل محمد صلاح الطفل الصغير بسيارته إلى المنزل، وبعد انتشار الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي شكر والد الطفل لويس محمد صلاح، كان ذلك على مساعدته لابنه وإيصاله للمنزل، وقال أن اهتمام صلاح بالطفل أنساه الألم وأنه لن ينسى هذا التصرف الطيب من هذا اللاعب المصري. ولكن لم يكن هذا الموقف الأول الطيب لمحمد صلاح، فقبل الحادث بأسبوع كان صلاح قد تبرع بمليون دولار لمعهد الأورام في مصر، والذي قام به حريق والذي كان يضم عددا كبيرا من المرضى. كان اللاعب المصري الذي يعتبر مثالا يحتذى به ونموذجا للاعب المسلم قد أمسك بلص حاول سرقة منزل والده، ولكن صلاح لم يشتكي هذا اللص للشرطة، بل بالعكس اهتم باللص وحاول أن يجد له وظيفة يرتزق منها حتى لا يضطر لفعل مثل هذه الأشياء مرة أخرى. وفي بطولة كأس العالم السابقة، والتي كان محمد صلاح سببا في التأهل للمنتخب المصري لهذه البطولة، أهداه رجل الأعمال الثري محمود عباس منزلا فاخرا هدية له، لكن صلاح لم يقبل الهدية وقال له لو أردت أن تسعدني حقا تبرع بأموال هذا المنزل. وبالفعل تبرع محمود عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بالمال لقرية محمد صلاح، واحدا من أشهر اللاعبين في العالم. ولو سألنا لماذا كل هذا الحب لهذا اللاعب، سيكون الرد ببساطة هو مواقفه المميزة. ففي مباراته الأخيرة ضد تشيلسي في اسطنبول أثناء التمرن، كان صلاح يلعب مع الأطفال الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصد هذا الفيديو إعجاب الكثير من المشاهدين، وكذلك انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إذن ما رأيكم في اللاعب محمد صلاح؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.